الله بيضرب من مال وبيستلقى من مال. قد ايه مفهومنا لهالعبارة غلط، وقد ايه له راسخ بعقلنا من ايام جدودنا. اسمح لي اليوم وباسم يسوع صحح لك مفهومك الغلط. الله ما بيضرب، خطيتك اللي بتضربك، شهوتك وعقلك وقلبك اللي مسلمون لابليس هن اللي بيضربوك، والرب بيستلقاك ليخلصك. سلامي اترك لكم، سلامي اعطيكم. شخص قادر يعطيك سلام يفوق العقول، كيف معقول يضربك ويبعت لك مصايب ومشاكل؟ أكبر مشكلة وأكبر مصيبة هن عيونك ودينك المسكرين وكبريائك. أنت منك ضحية الله، أنت ضحية حالك وفكرك المشوه. فأيا أب منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى الآب الذي في السماوات. إلهنا إله صالح، بس فكرنا وقلبنا الوسخين. اللي عم وصل لك ياه منه شعر ولا درس فلسفة، هيدا حقيقة انت مطنش عنه لانك متكبر. واذا تعرض احد لتجربة ما فلا يقل ان الله يجربني ذلك، لان الله لا يمكن ان يجربه الشر، وهو لا يجرب به احد، ولكن الانسان يسقط في التجربة حين يندفع مخدوعا وراء شهوته.